في الوقت الذي تتزايد فيه أهمية الرياضات والألعاب الإلكترونية، يعمل مختبر الألعاب الإلكترونية الأردني بالتعاون مع شركائه على قدم وساق في قمة الرياضات الإلكترونية والتقنية في دورتها 12، والتي ستنظم بطريقة وشكل ومحتوى استثنائي، مسلطة الضوء بشكل واسع على مستقبل صناعة الرياضات والألعاب الإلكترونية الأخذة في النمو والانتشار. اليوم بنشتغل مع بعض مع المجتمع المحلي، مع اللاعبين، مع المطورين، عشان نظهر صورة الأردن الحقيقية في مجال تطوير وصناعة الألعاب وفي مجال الرياضات الإلكترونية. المؤتمر كتير مهم لأنه بيسلط الضوء على الرياضات الإلكترونية بشكل عام، بيعرف الناس إيش هي الرياضات الإلكترونية، إيش مجالاتها، بيعرف دور المرأة في الرياضات الإلكترونية، وإحنا بنطمح إن شاء الله لقدام إنه نزيد مشاركة المرأة في الرياضات الإلكترونية على مستوى وطني وعلى مستوى دولي. المؤتمر سيجوب المملكة من شمالها إلى جنوبها، مستهدفاً 800 مشارك ومشاركة، يسعى كل منهم لاكتساب الخبرات المطلوبة والمشاركة الفاعلة عربياً وعالمياً. هحاول قد ما بقدر إني أفوز، وما بعرف بعدها إيش بصير، بنشوف إذا فزت إن شاء الله يعني بفوت البطولات الكبيرة إن شاء الله. أنا من سنين بتمنى يكون عندنا هيك إشي بالأردن، من سنين كنت حابة أكون لاعبة رياضية محترفة، فعم بفتح لنا أبواب كتيرة. اليوم يعني اليوم عم نلعب جيم قدام الجمهور كبنات ضد شباب، هذا إشي قبل كم من سنة بالأردن ما كان موجود. مختبر الألعاب الإلكترونية واحد من مبادرات صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، يقدم المؤتمر على فترات فعاليات ومؤتمرات فرعية تبدأ في عمان ثم أم قيس في الشمال وفي مدينة البتراء، لتختتم أخيرا في مدينة العقبة، ليكون المؤتمر مطابقا لشعاره والذي جاء تحت عنوان من الشمال إلى الجنوب. مجد القصير، المملكة، عمان. ومعنا الشريك التقني لمختبر الألعاب الأردني نور خريس. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا. نحكي بشكل عام عن هذا المؤتمر، مؤتمر قمة المستقبل للرياضات الإلكترونية، وما هي أهم أهدافه؟ أهم الأهداف أنه نأكد دور الأردن، نعم، في تطوير محتوى مميز وملكية فكرية مميزة، بلشنا فيها من سنين، نأكد موقعنا الجغرافي المهم في المنطقة العربية، فمن الشمال للجنوب، بلشنا بأم قيس قبل مبارح وحننهي في العقبة، نفرجي من بلاد الشام للخليج وربط بأكبر أسواق زي مصر ودول الخليج. ممكن أنت إذا بدك تدخل في صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية، الأردن هي نقطة انطلاقك. نعم. طب بهذا المؤتمر عدد المشاركين، خاصة المشاركين اللي لضيوف الجايين من خارج المملكة؟ هلا المؤتمر بكل منطقة، احنا بنستهدف الناس اللي موجودين في هاي المنطقة والناس اللي موجودين في المجتمع المحلي، نعم، والشباب الأردنيين اللي بيقدروا يجوا ينضموا إلنا. نعم. عندنا أكثر من 15 متحدث وخبير عالمي في مجال الرياضات الإلكترونية جايين معنا بالعقبة يوم 27-28، هيتحدثوا عن تقنيات الرياضات الإلكترونية والتكنولوجيا يعني مرتبطة بالصناعات الألعاب. عندنا خبراء محليين وعرب انضموا إلنا من خلال جولتنا بأم قيس ومبارح في عمان، نعم، وبكرة إن شاء الله في البتراء، وبعد 27-28 في العقبة رح تكونوا بالعقبة. طب خلال هاي الجولات اللي حضرتك تحدثت عنها، اللي بلشت بأم قيس ورح تنتهي بالعقبة، شو هي أهم الفعاليات اللي بتصير فيها؟ أهم الفعاليات إنه إحنا عم نشتغل كمان مع المجتمع المحلي، ومش فقط في مجال الرياضات الإلكترونية. يعني بأم قيس كان الوجبات الطعام عنا من 6 من المجتمع المحلي، فرجتنا كيف بنطبخ التشعتشيل مثلا، كيف كعك قراص العيد بنعمل، نعم، قدام ناس بالتكنولوجيا الحرف اليدويه بلس التكنولوجيا اللي عندنا اياها اليوم اللي عملناها في ام قيس. اهم الفعاليات في جلسات نقاشيه بيحكي متحدثين فيها، بناقشوا مع الشباب، نعم، في عندنا 3 العاب من ضمن بطوله مختبر الالعاب الاردني للرياضات الالكترونيه بنطلقها لاول مره، بتنافسوا في اقليم الشمال في ام قيس، بعمان مبارح للوسط، والمتأهل منهم بياخذوا جوائز على كل مرحلة، ولكن، نعم، بتأهلوا للنهائي اللي رح يصير في العقبة. نعم. نعم. فبالتالي من ضمن الفعاليات هي انه رح يكون في يلعبوا بتنافسوا، لانه احنا بدنا نركز، نعم، انه هاي رياضة صارت رسمية، رياضة إلكترونية، عندنا اتحاد رياضات إلكترونية في الأردن، نعم، في العالم صارت حتكون جزء من الأولمبياد وجزء من الرياضات المحترف فيها، فاحنا بنحاول نعمل توعية
وهي جزء من الرؤية الاقتصادية للتحديث الاقتصادي 2033، كان منها محور للصناعات الإبداعية إنه كيف ممكن نعمل توعية ونركز على الرياضات الإلكترونية وصناعة الألعاب. ولهيك احنا بهذا المؤتمر بنتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي علشان نفرجي هالرؤية كقطاع خاص وقطاع حكومي بنطبقها على أرض الواقع. نعم. طب المدعوين والناس اللي راح يكونوا معكم واللي كانوا معكم بأمقيس وبعمان وراح يكملوا معكم بالجولة، هل هم يعني أشخاص لهم علاقة بموضوع الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية بشكل عام، ولا تم اختيارهم بشكل عشوائي مثلا من مدارس أو من جامعات؟ المؤتمر هذا صار له 12 سنة وإحنا بنشتغل كمختبر ألعاب أردني، وإحنا مبادرة من مبادرات صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية. أول شيء مدعوم 100% مجاني للشباب، فهو مش مؤتمر ربحي. ونستهدف فيه أعضاء مختبر الألعاب، الشركات الأردنية اللي بتشتغل في تطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية، وطبعاً في مدارس تعاوننا معها، جامعات أردنية، ومنحاول ننقل المعرفة والتوعية من خلال هدول المشاركين. في عنا ناس طبعا جايين من برا ضيوف، ولكن احنا بنحاول ننقل المعرفة هاي من خلال أعضائنا والناس اللي بتشتغل في مجال التكنولوجيا. يعني كونه من الفعاليات في ورشات عمل وفي محاضرات، فبالتالي من المفترض انه الناس اللي بتكون عم تحضر عندها يعني وعي اكبر من او اكثر من غيرها بموضوع هاي النوع من الرياضة، مزبوط؟ 100%. هلا اهم شيء الشغف، يكون عنده شغف، حابب يدخل في هالمجال هذا، وهذا هو نقطة الانطلاق في الرياضات الإلكترونية وصناعة الألعاب. اليوم الشباب اللي اجوا عندهم وعي، حتى لو كان عمره صغير، صار عندنا الشاب الأردني اليوم منفتح على التكنولوجيا. والأردن معروف من زمان إن احنا بالتكنولوجي متقدمين بالمنطقة عن غيرنا بمجال تطوير السوفتوير والبرامج، واليوم في الألعاب. فعندك كان منظر جميل جدا في أم قيس، تشوفي هذول الشباب قاعدين في منطقة تاريخية عمق التاريخ فيها كبير زي أم قيس، بعمان في منطقة في مجمع الأعمال والبزنس بارك، اليوم مع يعني كل شركات التكنولوجيا المحلية والعالمية موجودة هون. هذا أعطانا مع الشباب يعني روح طيبة لحديت الآن، وإن شاء الله بالبترة والعقبة يكون عندنا نفس إن شاء الله. طب هذا المؤتمر زي ما حضرتك تفضلت له 12 سنة، فبالتالي يعني إحنا موجودين بهاي الخارطة الرياضات الإلكترونية أردنياً بشكل كبير. موقعنا بالضبط هلأ إحنا وين؟ تطورنا كيف عم بيكون؟ قديش صار عندنا وعي بين الشباب بأنه يتجهوا لهذا النوع من الدراسات والأعمال أيضاً في هذا المجال؟ الوعي كبير عند الشباب، بس إحنا المجتمع المحلي والأهالي بدنا نوعيهم أكثر بأنه هاي صناعة عم تعمل 200 مليار دولار بالسنة كإيرادات اليوم، وهذا شيء جداً مهم. وعي الشباب موجود، مستوانا كلاعبين رياضات إلكترونية من أفضل 10 لاعبين ومن أفضل اللاعبين على مستوى العالم. عندنا لاعب رياضات إلكترونية كان الأول على أحد الألعاب عالمياً قبل فترة، كسبها. شركاتنا الأردنية هي الأفضل بتقديم محتوى على متاجر التطبيقات على مستوى الوطن العربي، وأسماء الشركات والمنتجات تاعتها يعني لها دور كبير في نجاح المنطقة العربية. نعم، حضرتك عم تحكي بأنه الشباب عارفين هذا الوعي، بس إحنا عم نخاطب الأهل. صح. في عنا لسه مشكلة بموضوع الأهل بأنه أولادهم يتجهوا لهذا المجال يتعلموا مثلاً يكملوا في ويكملوا حياتهم المهنية بهذا المكان؟ للأسف في عنا إرث اجتماعي مش فقط في الأردن، في كل العالم. عن الرياضات الإلكترونية وبرمجة الألعاب إنها هي فقط للترفيه وفقط لأنه أنت بتقعدي وراء شاشة وماسكة فأنت مش منتج. ولكن هي رياضة صارت حقيقية، فيها جهد ذهني وعقلي وجسدي، ما بوازي جسديا وزي الرياضة العادية، ولكن فيها نفس المقومات والبرمجة اللي عم بتصير فيها وتطويرها. عم تعمل 200 مليار في السنة، والمردود المادي كبير، أكبر يمكن من أي كتير كبير مهنة أخرى ممكن إنسان يحطها. 100%. والحلو فيها بتجمع الجميع، يعني شو ما كنتي وشو ما كان، حتى لو أنت كنت عندك تحديات بحياتك، كان عندك تحديات جسدية، مش قادرة تتحركي من مكانك، المكان اللي أنت موجودة فيه تقدر تكوني جزء من الرياضات الإلكترونية،
أو بس بدك يكون عندك إنترنت وجهاز. 100%. طب خلينا نحكي عن المحطات القادمة اللي هي البتراء والعقبة، وين راح تصير الفعاليات؟ بتراء جوا البتراء. عندنا بدنا نفرجي جزء ثاني من تاريخنا الموجود، لأنه بتعرفي قصة اللي بنعتمد عليها في صناعة الألعاب معتمدة على التاريخ والكلتشر. نعم. على الحضارة. وأغنى من البتراء اليوم عندنا النبطية ما في. فبالبتراء حتكون جوا البتراء، حتكون في داخل الناس تشوف وباليوم كامل وتتفاعل جوا البتراء، بالعقبة في ساحة الثورة العربية ساحة العلم. نعم. وهنا كمان فخر إلنا ثاني تاريخ حديث. نعم. ولكن تاريخ نفتخر فيه مش كأردنيين كعرب. حنكون بالساحة وإن شاء الله حيكون عندنا أعداد يعني نتوقع إحنا أكثر من 700-800 شخص يكونوا موجودين معنا في. نعم. العقبة إن شاء الله. كل التوفيق لكم. شكرا جزيلا. كان معنا الشريك التقني لمختبر الألعاب الأردني نور خريف. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا.